اسمي محمد، اخو حسن مصطفى. حسن مصطفى احد النشطاء السياسيين من اسكندريه. قضيه حسن ابتدت لما توجه لنيابه المنشيه بيسال عن اطفال تم الداخليه قامت بالقبض العشوائي عليهم اثناء محاكمه قتلة الثوار، اخذوا فيها طبعا براءات. الداخليه في انها قبضت على اطفال بشكل عشوائي، حسن كان رايح يستفسر الاطفال دول موجودين فين، اكتشف ان هو تم التحقيق معاهم في الفجر دون حضور محامين، واكتشف ان هم مسؤولين في سجن الحضره، وده السجن في اسكندريه بيتسجن فيه الجنائيين، وغير قانوني ان يتم سجن الاطفال قصر في السجن ده. حصل يعني زي حسن كان بيتكلم مع وكيل النيابه، ممكن يكون صوته عالي شويه، وبعد كده الموقف ده خلص وراح عند المحامي العام الاول اللي بيقدم شكوى في اللي حصل ده، والناس اللي معاه حتى اقروا كده ان حسن انفعل على وكيل النيابه في الكلام ان هو ازاي يتم التحقيق معاه وكده مع الاطفال دول، وهو عند المحامي العام في اسكندريه هجمته قوه من الامن المركزي، كان معاه حوالي 5 اخرين محامين ونشطاء، وزحلوهم كلهم على سلالم المحكمه قدام مكتب النائب العام، المحامي العام سوري في اسكندريه، في انتهاك طبعا. يعني دلوقتي الوضع في اسكندريه ان النيابه شغاله عند الداخليه وبتؤتمر بامرها. قعدنا 48 ساعه قبضوا على حسن اليوم ده بعد عمليه السحب، وقعدنا 48 ساعه مش عارفين حسن موجود فين، ويجي لنا مكالمات ان حسن في اسم التخيله، وبعد كده حسن في اسم برج العرب، لحد ما اكتشفنا اخيرا ان هم لفقوا له تهمه بالاعتداء على وكيل النيابه وضربه، مما ادى الى احمرار في خدود وكيل النيابه في تهمه غريبه جدا وجديده جدا، بيحاولوا يدوروا لحسن على اي حاجه يتهموه بيها، ومحاكمه عاجله جدا في خلال اسبوع تم التجديد بشكل غير قانوني، وحسن قاعد في السجن بعد ما ودوه اسم برج العرب، بعدين نقلوه على سجن الغربانيات في برج العرب، اتجدد له بدون حضور النيابه برضه في ضرب واضح للقانون. يعني الموضوع ده يعني النيابه ما بقتش بتتعامل بشكل قانوني، بقت بتؤتمر بامر الداخليه، تحول لمحاكمه عاجله وتحدد لها جلسه، واتحكم على حسن بسنتين سجن. يعني احنا النيابه كان اخر تعامل لينا معاها بعد الثوره بحوالي شهر، كان في مظاهرات قدام امن الدوله، وحسن تعرض لمحاوله اغتيال في المظاهرات دي في امن الدوله في اسكندريه، و اصيب بطلق ناري ودخل المستشفى وقعد 48 ساعه في العنايه المركزه، والحمد لله ربنا نجاه، وقدمنا بلاغ في النيابه العامه لمتهمين ضباط بعينهم كانوا هددوا حسن قبل كده. العميد هشام الخطيب في امن الدوله في اسكندريه، ومحمد عبد العزيز برضه من ضباط امن الدوله، واتهمناهم والنيابه معاها حرز الرصاصه اللي طلعوها من جسد حسن وكل الكلام ده، وقعدنا بعد سنتين القضيه اتحفظت ومفيش اي حاجه، في حين ان حسن في قضيه ملفقه بعد اسبوع كانوا حولوا له محاكمه واتحكم على طول بسنتين سجن، مع ان في حيثيات الحكم حتى اللي صدر على حسن ان اقصى عقوبه لو افترضنا ان حسن فعلا اعتدى على وكيل النيابه باللفظ حتى هي 6 شهور، لان القاضي حكم بسنتين سجن. ده يمكن دخلنا في مرحله جديده ان النيابه والقضاء هي جزء من السلطه، بس يمكن الشعب ما كانش عارف ده كويس، كان شايف ان الداخليه هي الاداه الرئيسيه للسلطه، لكن القضاء برضو من احد ادوات السلطه، وان هو خلاص القضاء دلوقتي دخل في صراع مباشر، ودي حاجه تعتبر كويسه جدا ان الشعب هيبتدي يعرف مين هم اعدائه الحقيقيين. حسن اتحدد له جلسه استئناف يوم 13 ابريل يوم السبت اللي جاي. احنا الناس بصراحه من كل المحافظات متضامنين معاه جدا، وفي وقفه يوم 13 الساعه 9 الصبح في محكمه المنشاه البحريه في اسكندريه، وفي الاخر احنا في صراع مع السلطه، والسلطه بكل ادواتها سواء القضاء او الداخليه، وفي الاخر اي حاجه هتحصل فهو احنا ماشيين على طريق الانتصار مهما طال الوقت. يعني حسن دايما كان بيقول لنا ايه مهمه جدا من القران الكريم،
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. ممكن نتكلم عن أفعال التزكية في الفترة الأخيرة. إن اللي حصل مع حسن ده أو اللي حصل مع المهنيين في اسم الله أو اللي حصل مع أشرف في اسم الله ده مش موقف فردي ولا هو حاجة محض الصدفة، ولكن في الأول في الأخير رغبة عنده الداخلية لاستعادة دور كانت بتعمله قبل 25 يناير من ان هم اسير الشعب وخير. الجديد في موضوع حسن ان النيابه كمان ابتدت تخش في اللعبه دي، وانه لو كان زمان كانت الداخليه بتبقى ضد بنشاط اقل واضحه هي العصايه اللي في ايد النظام ضد المؤمنين، فدلوقتي كمان ما عادش بس الداخليه بس، دلوقتي في محاكم عسكريه زي ما الجيش حب يعمل معاه سواقين الطرق في الاضرار بتاعهم، وبالنيابه كمان بقت جزء من المنظومه دي، بقت ظاهره هي طول عمرها جزء من المنظومه لان دي اركان النظام، لكن هي دلوقتي بقت ظاهره في اعلاقها للمواطنين واستخدامها بشكل فج حتى ما كانش بيحصل ايام مبارك. يعني مبارك لما كان بيتضغط عليه قوي كان بيتقرع، وجيب محمود يطلع معاه كده قرارين وسط 100 حدث يطلع قرارين بالاخلاء السليم من قرار من النائب العام عشان يبقى حافظ ماء الوجه الدوليا. فدلوقتي مرسي حتى ده ما بقاش بيعمله، وده كويس يعني، ده بيظهر غباء النظام اكتر، يا ريت يتغبى اكتر. رسالتنا ورساله حسن لما هيطلع متهيألي للشباب والبنات واصحابنا انه احنا ما بنخافش، انتوا كمان ما تخافوش. في ناس عينيها بتروح مكمله، في ناس اهاليها بتموت مكمله. فلو الداخليه فاكره او النظام فاكر ان هو كده هيقلل الغضب الشعبي او هيخلي الشباب يقعد صيتهم او يرجع زي زمان ما يبقاش يبقى قاعد على القهوه بس، ده مش هيحصل. احنا لو موتنا في اخواتنا مكملين، لو اعتبرنا اولادنا موجودين فاحنا مستمرين. يعدي عليهم 25 يناير 3 سنين 4 سنين مش مشكله، لان انا زي ما قعدنا بالظبط على حركه كفايه 2004 7 سنين 8 سنين احنا مكملين لغاية ما دولة العدل تقوم. حلمنا هو بلد جميلة بسيطة فيها القمح قبل الكنتالوب، فيها المساكن الشعبية أهم من الطائرات ومن القطامية هايتس ومن المارينا بس.